هذا هو ضيفنا الليلة نجم جورج الراسي، طبعا على الهواء مباشرة. سمعنا برشا أغاني، تعمدت أنه الليلة نسمع برشا حتى نسترجع مع بعضنا نجاحات هذا النجم وإبداعاته، صولاته وجولاته. والليلة هو في حفلة، لكن احنا حبينا أنه مع الجمهور الليلة يستمتع بصوته أخباره. إن شاء الله نقدروا أن نجيبوا منه برشا سكوبات الليلة للجمهور الكل يسمع فينا. مباشرة إلى لبنان نطيروا لها مع جورج. مساء النور حبيبي. مساء النور لك ولكل اهل تونس، بحبكم كثير. وانا اليوم بحفله، عندي حفله، تركت الحفله وجيت لحتى احكي معك يا حبيبي. يا مجيد يعيشك يا جورج، اهلا وسهلا بيك. احنا طبعا سعداء انك تكون حاضر معنا، وسعداء ايضا انك تسمع انطباعات الناس في ريبورتاج اللي خرج فريق العمل طبعا في لهنا في اذاعه تطاوين. بس تسمع الانطباعات في الريبورتاج هذايا، اسمع معايا وتابع. يلا يلا. جورج الراسي يعجبني برشا كمغني، صوته سمح برشا. جورج الراسي هو فنان معروف، كان عنده فترة تعرفت فيها ياسر، أغاني حلوة، عنده طاقة وخامة صوتية كبيرة ياسر. بصراحة أنا واحد من الناس يعجبني جورج الراسي ياسر، والناس معلو ياسر، خطره هو كما تعرف نجم نذكر اللي هو من أعلام الفن اللبناني ومن أعلام الفن العربي. صحيح جاته فترة ظهر فيها جورج الراسي بصفة كبيرة وكانت عنده إشعاع إعلامي كبير ياسر، لكن في الفترة الأخرى ما كانش عنده حضور بارز في الساحة. ما نش عارفين عليهش، هل هو قرار من عنده هو انه يبعد شوي على الساحة، او اغانيه ما عادش تلائم للزمن هذايا وما عادش تعجب شباب تويكا. احنا نتمناو انه جورج الراسي يرجع بقوة ويرجع باغاني وكلمات حلوة، خاطر كما تعرف كلماته كلها هادفة واغانيه كلها مزيانة وعندها نغمة وموسيقى حلوة ياسر، كانت تحظى اللي تنضاف لطاقته الصوتية وخاماته الصوتية العالية جدا. لذلك نتمنى انه ان شاء الله جورج الراسي في الايام القادمة يكون حاضر بقوة ويكون حاضر باغاني مميزة، وعلاش لا يقوم لنا حفل هنا في تونس وتكون الناس كلها حاضرة، وانا واحد من الناس نسلم عليه وقول له انك جورج الراسي يلزمك ترجع وتشد بقوة وتكون حاضر في الساحة الفنية بامتياز. بالنسبة لي يعني عندي برشا جورج الراسي، خاطر مغني بالرسمي، يعني يقول لك مغني كصوت ككل شيء صراحة، حتى الصوت يعني ما شاء الله يعجبني برشا، يعني لفترة كبيرة غاب علينا الصوت، مغني متألق برشا، طلع يزيد يعطينا ما أحسن وما خير، وماذا بينا ديما يعطينا نزيد وماذا بينا نشوفوه على الساحة الفنية. جورج الراسي فنان لبناني يعجبني، طلع قبل في 2012 في بالي هيك، عمل غنايه حلوه برشا، مش عارف سويك من 2012 نسيناه، ما فماش فهم عليه حتى خبر. برشا شبوه قبل بجورج وصوف، يحسبوه خليفه جورج وصوف، وتحكي عليه برشا في الاعلام، مش عارفين علاش حتى لتو ما فما شيء. مع صعوبة يبرهن ويأكد الكلام اللي كان يتقال عليه، معناها اللي هو خليفه جورج وصوف، الى يومنا هذا ما سمعني شخصيا، ما سمعت لي حتى خبر وما صلى حتى كلام عليه، نتسائلوا علاش. هذه انطباعات أولية طبعا للجمهور لهنا. الجورج الراسي يسألوا هل غيبة يا جورج؟ هل غيبة الكل هاوينها؟ مجيد أنا مبسوط، يعني صراحة اليوم مبسوط، عندي سارة وأنا كنت بالحفلة، يعني هلا انتبه الناس اللي عم تحكي مظبوط صح معها، بس إن شاء الله قريبا مربع حغيب عنكم، وإن شاء الله دائما حضل أقدم أعمال حلوة إن شاء الله. بعد نجاح الأغنية الأخيرة طبعا وحدك أنت، سمعنا أنه بديت تحضر في ديو مع شقيقتك نادين الراسي، عنوان الأغنية هي أختي، من كلمات توني أبي كرم، ألحان جورج نفسه بطبيعة، وتوزيع نيكولا شبلي، وبش يتم تصويرها في ألمانيا مع المخرج حميد مرعي. صحيح المعلومة؟ قال قريبا هذا الموضوع رح يخلص بعد شي أسبوعين، وأنا بوعد كل اللي بحبوني أنه رح يكون موضوع كتير حلو. زيد بيه أعطينا سكوب جديد توا بعد وحدك أنت اللي نجحت، ونعرف أنه الصحافة والأعلام ومواقع الأنترنت كلها أعطتها نتصور حقها الأغنية هذية، وعطتها رجع صدى طيب جدا. هذه الأغنية ما يعني ما في إلا غير هي موضوع كتير 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 شخصي وكتير موضوع حلو، يعني الناس رح بتحبه كتير،
رح تحبه برشا يعني. ان شاء الله. وبتحكي عن خي واخته مرقوا بايام حلوه وبايام طفوله وسرقت منهم الشهره كثير قصص وان شاء الله ان شاء الله يعني رح بتحبوها اكيد ان شاء الله. جورج يعني الاغلبيه سالوا على هالغيبه، هل فعلا جورج غايب في الفترات الاخيره؟ هلا انا كنت غايب الفتره الاخيره من وراء المشاكل العائليه اللي مرقت فيها. بس اليوم بالنسبه لأهلي الجو هو كل شيء ومرات كل المشاكل الله وكل الصعوبات بكل خير. نعم انا حبيت نسال على طبعا على جورج جونيور لان نحبوه حتى العالم والناس والفانز الكل حبوه طبعا من خلالك، ربي يخليه ان شاء الله وربي يحميه حبيبي يعيشك الله يخليك. طبعا فنانين ولا الناس حتى الناس العاديين الكل احيانا يمروا بظروف، الظروف هذه تكون تاثر شويه على مجالهم على خاصه الفنان، الفنان ممكن الفنان اللي يتعامل باحساس عالي جدا على هذايا، ممكن جورج الفتره معينه اثرت عليه الامور هذه خلاته يبعد شويه على الفن، لكن حاليا فما اراده قويه انك راجع بقوه. لا لا ان شاء الله مجيد اعمل لك شغله، انا صراحه ما بحب احكي على سكايب يعني انا دائما ما بكون عندي التركيز المضبوط على سكايب ودائما عم سوق ودائما عندي حفلات ودائما مشغول، بس اليوم معك انت سبيسيال بحبكم بكون معكم دائما ما حتاخر عليكم. يعيشك يا جورج، يعني احنا نحاول قدر المستطاع ان ناخذ من عندك سكوبات واخبار حصريه لانه نعرف الصحافه ونعرف قديش يتابعوا ودائما يلقطوا الاخبار اول باول. يعيشك جورج، شنو تحضر الفتره هذه؟ شنو عندك؟ اعطينا من الاخر شنو عندك؟ عم حضر غنيه بعد الديو، عم حضر غنيه بتقول شو حلوه بعينيك الدمعه لما تدوبوا مثل الشمعه، بس ما في لك يا هلا لحتى اخليها سربريز. وقتها حلوه. نزلت صوتك ولا ما زالت على الاغنيه؟ لا لا نزلت صوتي بس ان شاء الله بدها بفالنتاين رح نزلها ان شاء الله باذن الله. الجمهور في تونس عنده برشا لم يلتقي جورج الراسي. يلا قريبا قريبا رح بتشوفوني قريبا ان شاء الله. الجمهور في لبنان ما شاء الله، يعني بما انك موجود والاقامه في لبنان الليله عندكم حفله انتم من المفروض هذا هو. نعم فما تنقلات فما تور فمش في الافق يعني في الفتره الجايه؟ عندي حفله بالمغرب، عندي حفله بقطر، عندي بالبحرين. هلا ما بدي اكون عم بحكي مثل الفنانين بس انا زلمه كثير صريح، انا بحبكم كثير برشا برشا وفي غنية جديدة قريبا على فالنتاين حتنزل حتحبوها كثير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا بالتوفيق، ان شاء الله كل المسيرة هذه سفرة وحققت نجاح كبير يا جورج. النجاح هذا يحملك ممكن مسؤولية كبيرة، الجمهور ولا يطالب فيك وينو جورج، يلزمنا جورج يكون حاضر في المهرجانات، يعني الواحد يكون قد المسؤولية. خلاص على قد المسؤولية ان شاء الله، ان شاء الله اكون قد المسؤولية باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله الاجواء عندكم طيبة في لبنان، ان شاء الله ايضا كل ما يكون عندك جديد الا وتكونوا معنا ان شاء الله على الهواء مباشرة حتى نخصوا مستمعينا بالاخبار. انا حبيت الحوار اطول من هيك، ما كانش في بالي فما حفله ليله عندك اصلا. قلت لك ما صدقتني، انا تركت المسرح وجيت لعندك بس. بارك الله فيك، يعطيك الصحه يا جورج، يعطيك الصحه. اي لاف يو حبيبي. ثانك يو، يعطيك الصحه وان شاء الله سلام موفق، وان شاء الله الليله زاد الحفله تكون ناجحه لانه جمهورك زاد من حقه انه يكون حاضر معك، كيما الليله مستمعينا ايضا من حقهم انك تكون معنا. ان شاء الله لقاء قريب يكون احسن. موفق. شكرا حبيبي. شكرا. تحياتي لك. شكرا. تحياتي لك. شكرا.